السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج هنا الكاظمية، كونوا معنا. يا من نصرت الدين دون تردد ومضيت بين الأكرمين شهيدا، أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة مجلس عزاء إلى روح السيد الشهيد حسن نصر الله. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في أجواء إيمانية يملؤها الحزن والخشوع، أقامت العتبة الكاظمية المقدسة مجلس فاتحة لمدة 3 أيام على روح العلامة المجاهد السيد حسن نصر الله قدس سره، الذي ارتقى شهيدا في سبيل الله وقضيته. فقد المذهب الشيعي ركنا من أركانه الذي كان يتكئ عليه، ولكن إن شاء الله في جنات النعيم مع أجداده الكرام، حيث كان هذا البطل الهمام الذي كان رسخ كل حياته المباركة في جهاد أعداء الله تبارك وتعالى، وقد اشترى كما في آيات القرآن الكريم أنه بذل كل جهده في سبيل الله عز وجل، وكان ناصرا للمذهب، ناصرا للدين، كان أيضا من المطيعين لإمامه صاحب العصر والزمان، كان مطيعا لعلماء الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته مع سادته الأطياب، مع أجداده الكرام، حيث كان صوته ثورة وكان نطقه ثورة وكانت كلماته أيضا، وكل مجرى حياته ضحى في سبيل الله تبارك وتعالى. اجتمع المؤمنون في رحاب العتبة الكاظمية المقدسة ليودعوا رمزا من رموز المقاومة والممانعة، وقد تحول الحرم الطاهر إلى بحر من العزاء، حيث ارتفعت الأصوات بالصلاة على روح الشهيد والتضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة ثلة من المؤمنين المجاهدين المقاتلين في سبيل الله، وبهذه المصاب وبهذه الفاجعة الأليمة ارتأت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة أن تقيم المجلس التأبيني لمدة 3 أيام في رحاب الصحن الشريف، ونسأل من الله تعالى مثل ما قال الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذه المسيرة يقودها الحجة بن الحسن، فنسأل من الله تعالى أن يوفقنا ويوفق جميع المؤمنين والمؤمنات لإكمال هذه المسيرة المباركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن المقاومة ستظل مستمرة حتى تحقيق النصر النهائي، وهذا المجلس هو رسالة للعالم أجمع بأننا لن ننسى الشهداء وسنبقى على العهد والوعد. لبرنامج هنا الكاظمية، حيدر الرائد. امتثالا لتوجيه المرجعية العليا بالنجف الأشرف، أطلقت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حملة جود الجوادين لإغاثة الشعب اللبناني. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، قامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بإطلاق حملة إنسانية لدعم الشعب اللبناني الكريم المجاهد في هذه الأيام الحرجة التي يعيشها. تقيم الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حملة جود الجوادين عليهما السلام لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق الصابر المجاهد، وذلك استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية في النجف الأشرف، إذ تهيب المواطنين الكرام والشعب العراقي الكريم للتبرع لهذه الحملة المباركة دعما ومساندة للشعب اللبناني الكريم. ووزعت المراكز في مغتربات العتبة المطهرة وفي الأصحن الداخلية والخارجية فيها لتكون قريبة من الزائرين. أقول أفضل شيء اللي أكرم الله به الإنسان هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه النعمة ممتدة إلى رسول الله، وامتداد رسول الله إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول من ضمن النعم هي الرحمة لله سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ضمن هالرحمة هاي هي مواساة الإنسانية في الكوارث،
أو المحتاجين أو أهل المصاب اللي هو يأثر على نفسية أهل المصاب. فبهذه المواساة إن كان بالتبرع إن كان المادي أو العيني فهذا من صميم الإسلام. وأقول الحمد لله اللي سبحانه وتعالى أتمم علينا هاي النعمة بمعرفة هذه النعمة. مشكورين جزاكم الله خير جزاء. هذا الشيء صحيح هو هذا الشيء المفروض والمطلوب من يمكم والحمد لله شو قمتوا بالواجب والحمد لله أشكر. هو هذا الشيء صحيح. طبعا أنا من أردت أتبرع أمانة الله أردت أتبرع بس ما أعرف لمن أتبرع. ليش؟ أخاف لأكو ناس مغرضين ناس مثلا تستغل هذا الموقف. فهذا الشيء من مكان مقدس وجهة معروفة المفروض تتبرع الناس لهذا المكان لهذا الصندوق لأن هذا الصندوق أكو عليه متابعة وأكو رقابة وأكو ناس تعرف شلون تصرف. فهذا صحيح جزاكم الله خير. ها هم خدموا العترة الطاهرة تتضافر جهودهم المباركة من أجل نصرة المظلوم ضد هذه الاعتداءات الغاشمة ملبين توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف. لبرنامج هنا الكاظمية على أركان الصحاف. خدمات مميزة ودؤوبة لزائرات الإمامين الجوادين عليهما السلام. خدمة الحرم الشريف في جهة النساء خدمة لا يضاهيها خدمة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. العتبة الكاظمية المقدسة منارة دينية واجتماعية بارزة تلعب دوراً محورياً في خدمة الزائرين الكرام. ومن بين الخدمات التي تقدمها العتبة المقدسة تأتي خدمات الجانب النسوي بأهمية بالغة في أروقة الصحن الكاظمي الشريف، حيث تسعى إلى توفير بيئة ملائمة للزائرات وتلبية احتياجاتهن الخاصة. تعمل وحدة الحرم كخلية النحل الواحدة، ونحن بدورنا كمسؤولين عن وحدة الحرم نقوم بتنظيم وترتيب الكادر على وجبات صباحي ومسائي وخفارة. أيضا نقوم بتقسيم الجداول الخفارات وتوزيعها على مدار الأسبوع، ونتابع توافد الكادر التبرك الكادر المتبرك بالخدمة التطوعية وتقسيمهم على الشفتات الصباحي والمسائي. تقوم الخادمات بتنظيف جدران جامع الجوادين وتعطيرهما وكذلك الأرضية وكذلك ترتيب الكتب ومسحها من الأتربة وكذلك تنظيف السجاد، وعلى مدار 24 ساعة يكون الجامع معطرا. وكذلك تقوم الخادمة في جامع الجوادين بإرشاد الزائرات إلى موقع صلاة الجماعة. الحرم النسوي في العتبة الكاظمية المقدسة نموذج في خدمة الزائرات والتي تشمل خدمات متنوعة من إرشاد الزائرات وتعطير الأرضيات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تظهر الحرم النسوي بأفضل وأجمل ما يكون، بالإضافة إلى تسهيل حركة الزائرات وتوزيع خادمات الحرم الشريف للسيطرة على المسارات وتنظيمها لتحقيق انسيابية الدخول والمغادرة إلى الرواق والحرم الشريف عند أداء مراسم الزيارة بكل سهولة ويسر. يتم توجيه الزائرات إلى المكان المخصص لصلاة الجماعة وهو صحن قريش ورواق السيدة آمنة وصحن العسكريين، وكذلك موجود مكان مخصص لاستراحات استراحة الزائرات الكريمات منها صحن العسكريين. سمحت العتبة الكاظمية المقدسة بإدخال هواتف الذكية. هذه الخطوة سهلت انسيابية الدخول وأيضا قللت حالات الضياع. أما بالنسبة لتعامل الخادمات مع هذا الموضوع، نمنع الزائرات من التصوير والبث المباشر للحفاظ على خصوصية الزائرات والزيارة. نسأل الله أن يديم علينا نعمة هذه الخدمة للإمامين الجوادين عليهم السلام وزائريها. وضعت الخادمات من خلال جهودهن المباركة نصب أعينهن الإخلاص والتفاني في أداء أعمالهن وواجباتهن وصولاً إلى النجاح والفوز في خدمة الإمامين الجوادين عليهما السلام. لبرنامج هنا الكاظمية مريم النجار.
بالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، أقامت كلية الإمام الكاظم مؤتمر حول المخدرات. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. انطلاقا من دورها الريادي في خدمة المجتمع، أقامت كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة وبالتعاون مع العتبة الكاظمية المقدسة المؤتمر التخصصي لمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحت شعار عراق الحضارات بلا مخدرات، والعتبة الكاظمية المقدسة لها الدور الكبير في نشر التوعية للحد من نشر ظاهرة المخدرات بين أفراد المجتمع. التعاون مع الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، تقيم كلية الإمام الكاظم عليه السلام المؤتمر التخصصي لمكافحة المخدرات. حقيقة اليوم العتبة في قاعة الحمزة تستضيف هذا المؤتمر التخصصي للخروج بما يسهم في مكافحة هذه الآفة المستشرية في المجتمع، باعتبارها أصبحت تهدد يعني كيان الأسرة، وتهدد شبابنا، وتهدد بناتنا، وأيضا تهدد السلم المجتمعي، باعتبارها تؤدي إلى يعني ظهور الجريمة المنظمة والعنف الأسري. بالحقيقة الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة يعني دأبت منذ سنين في الدخول في هذا المضمار من خلال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وطباعة بعض المنشورات والبروشورات والفليكسات والتوعية تؤكد على مسألة محاربة هذه الظاهرة، فضلا عن نشر الفتاوى والأجوبة التي تصدر من مكتب سماحة السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارث. يهدف المؤتمر التخصصي الذي نظمته كلية الإمام الكاظم عليه السلام إلى تضافر الجهود لمواجهة خطر المخدرات والحد من انتشارها، وقد ركز المؤتمر على عدة محاور أساسية، منها تشخيص أبعاد المشكلة وتحديد العوامل المؤثرة في انتشارها، وتقديم مقترحات علمية للوقاية منها وعلاج المدمنين. وحضر هذا المؤتمر نخبة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين لمناقشة أبعاد هذه المشكلة وتقديم الحلول المقترحة للحد من انتشارها. اليوم تشرفنا في حضورنا للمؤتمر التخصصي بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدعوة من كلية الإمام الكاظم الجامعة بهذا المكان المقدس، حيث ضريح الإمامين الجوادين عليهم السلام. وزارة الشباب والرياضة لها دور مفصلي في هذا المجال، قدمت دعما كبيرا للمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات. جزء منه يتعلق بالتأهيل النفسي، بتهيئة المؤسسات الرياضية لدعم الذين غرر بهم وأصبحوا مدمنين، وكذلك إشغال وقت شبابنا حتى لا يكونوا عرضة لهذه المخاطر. من جوار الإمامين الهمامين موسى والجواد عليهم السلام، وعلى قاعة الحمزة التابعة للعتبة الكاظمية المقدسة، تقيم كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة المؤتمر التخصصي لمجابهة خطر المخدرات. نحن نعتقد في كلية الإمام الكاظم عليه السلام بأن هذه الآفة الخطيرة لا يمكن حلها إلا بتضافر الجهود، جهود المؤسسة الدينية والمؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الصحية والمؤسسة الأمنية، وكذلك باقي شرائح المجتمع. لذلك أقمنا هذا المؤتمر، وتمت الدعوة إلى عدد من الوزارات لكي نخرج بالتوصيات من شأنها القضاء على هذه الآفة الخطيرة. حقيقة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى العتبة الكاظمية المقدسة لتوفير الأجواء الملائمة لإقامة هذا المؤتمر، وللدعم الكبير من لدن السيد الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة. يأتي هذا المؤتمر تتويجا لسلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة التي تستهدف المجتمع، فالمخدرات هي سراب خادع يقود إلى الهلاك. لبرنامج هنا الكاظمية، حيدر رائد. أخوتي أخواتي، شكرا لطيب المتابعة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هنا الكاظمية، ولكن من حرم الإمامين الجوادين أدعو لكم بالتوفيق
وقضاء الحوائج في لقاء آخر إن شاء الله.